السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين الأعزاء من جديد على قناة المصمم العربي. درس اليوم سوف يكون عن كيفية تصميم فتحة عدسة الكاميرا والتي تشاهدونها معي الآن على برنامج Adobe Illustrator CC 2015. نبدأ على بركة الله. أولا سنقوم بتقليص فتحة عدسة الكاميرا، ثم نقوم بوضعها في هذه الزاوية هنا. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Ellipse Tool أو الضغط على حرف L، ثم نقوم برسم دائرة في المنتصف باللون الأزرق. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Polygon Tool، ثم نقوم بوضعها في منتصف الدائرة، ثم نقوم بتلوينها باللون الأسود، ثم نستخدم أداة Align Tool لجعل الشكلين في مستوى واحد كما تشاهدون، ثم نقوم بزيادة حجم هذا الشكل في الوسط قليلا. جيد، هكذا جيد. بعد ذلك سنقوم ونقوم بتحويل هذا الشكل من فيل إلى ستروك عن طريق الضغط على هذا السهم هنا، ثم نقوم بزيادة سمك هذا الشكل قليلا سنجعله هكذا. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Paint Tool، ثم نقوم بتحديد هذه النقطة ثم هذه النقطة، ثم نقوم بالضغط على Enter. بعد ذلك سنقوم بتمديد هذا الخط خارج الدائرة الزرقاء كما تشاهدون معي الآن، ثم نقوم ونختار أداة Line Segment Tool، أو يمكنك اختيار أيضا أداة Pen Tool لا مشكلة. سنقوم باختيار أداة Line Segment Tool، ثم نقوم بتحديد النقطة الأخرى. جيد، بعد ذلك سنقوم ونختار Selection Tool أو الضغط على حرف V، ثم نقوم بتحديد الخط، ثم نقوم بالضغط على Shift ثم الزر الأيسر للماوس، ثم نقوم بجر هذا الخط خارج الشكل هكذا. نفس الطريقة بالنسبة لهذه الزاوية هنا، تحديد النقطة ثم النقطة الثانية، ثم نقوم بالضغط على حرف V أو Selection Tool، ثم نقوم باختيار هذه النقطة ثم Shift ثم الزر الأيسر للماوس، ثم جر الشكل خارج الدائرة. نفس الشيء بالنسبة للنقاط الأخرى هكذا. تحديد النقاط ثم Shift ثم الضغط ثم الضغط على Shift ثم زر الأيسر للماوس. جيد، قم برسم آخر خط في هذه الزاوية هنا أو هذا المكان، ثم نحصل على هذا الشكل، ثم نختار الأشكال جميعها، ثم نقوم بالضغط على Object ثم Expand لتحويل هذه الخطوط هنا من ستروك إلى شكل هندسي كما تشاهدون، ثم نختار أداة Shape Builder Tool أو الضغط على Shift ثم M، ثم نقوم بالضغط على Alt ثم زر الأيسر للماوس لإزالة هذه الأشكال الزائدة هنا وأيضا المتواجدة خارج الشكل. هكذا، وأيضا هنا وهنا وهنا، حتى نزيل جميع الأشكال الزائدة. جيد، ثم نقوم باختيار الشكل أو التصميم، ثم نذهب إلى أداة Pathfinder ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار الأول ونحصل على هذا الشكل، ثم نقوم بتغيير لونه إلى اللون الأزرق. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Shape Builder Tool ثم Alt ثم الضغط على الزر الأيسر للماوس، ثم إزالة هذا الشكل في الوسط
فقد قمنا بنسيان جزء هنا صغير سنزيله. ثم نحصل على فتحة عدسة الكاميرا. كما تشاهدون فطريقة تصميمها بسيطة للغاية. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى بعمل لايك ثم لايك ثم لايك لدعمنا بتقديم المزيد، وكذلك لا تنسى بالاشتراك في القناة إذا كنت جديدا معنا على قناة المصمم العربي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.